جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن تصوم عن الميت؟ صيام النذر هذا ورد به الدليل، قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. أما صيام الواجب بأصل الشرع وصيام رمضان صيام الكفارة هذا محل خلاف بين العلماء، وإذا صامه عنه فلا بأس بذلك. إذا صام عنه قريبه أيام من رمضان تركها، أو صام عنه كفارة القتل أو كفارة الجماع في رمضان أو كفارة الظهار، إذا صام عنه وليه فلا بأس بذلك إن شاء الله، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.